على حين نحن اليوم كمناضلين كخطاب تشغيل ديال الانسان نشارك في هذه المسيره الناجحه المنظمه من طرف الجبهه الوطنيه المتحده ضد العطله والتي تضم كافه الاطار المنظمه للمعطلين كافه الاطارات المنظمه للمعطلين وكذلك يعني تنظيمات اخرى مثل الشبيبه العامله المغربيه. نحن نعتز بهذه الوحده لان قضيه العطله لا بد وان يتم تحيل كافه الجهود لفرض تراجع الحكومه على سياساتها العدوانيه ضد المعطلين، وبالتالي نحن نعتبر ان هذه المسيره الناجحه والتي جاءت بعد تحركات نضاليه اخرى هنا في الرباط مثل تحرك الطلبه المتدربين والتي تمت مؤخرا هنا في الرباط، وكذلك مسيره 29 لون بير في دار البيضاء، وكذلك الاضراب العام الوطني يوم 10 جنبير يعني في المغرب والتي دعت له كافه النقابات الموسيقى في مدينتها. وتأتي هذه التحركات كذلك قبل الاعتصام الذي سيتم هنا في الرباط من طرف المركز للنقابة الأربع، وقبل الإضراب العام الوطني الشامل الذي دعت له المركزية النقابية، وقبل الذكرى الخامسة لحركة تشرين فبراير التي ستكون بدون شك لها قوة كبيرة في ظل هذا النهوض الجماهيري الكبير والذي يهدف إلى مناهضة سياسة التقشف والميزانية ميزانية 2016 التي جاءت بسياسة تكرس سياسة خير الفقراء والأغنياء.